إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا لهذا اليوم ستكون مع تفسير الآية 217 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بأن قوله عز وجل والمسجد الحرام معطوف على به، على الضمير في به، وقد تعقب ذلك بأن هذا لا يجوز نظراً إلى أن الحرف الجار يجب أن يعاد عندما يعطف على مجروره وهو ضمير اسم ظاهر. هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب بنوا رأيهم على رأي جمهور البصريين الذين يقولون بعدم جواز العطف على الضمير المتصل المجرور إلا مع إعادة الحرف الجار. والشواهد الكثيرة تدل على خلاف ذلك، منها المنثور ومنها المنظوم، وكلام الكوفيين مخالف لكلام البصريين في هذه المسألة. وأيد الكوفيين طائفة من البصريين وابن مالك في خلاصته يؤيد كلام الكوفيين، أي يؤيد الجواز ويثبت أن ذلك جاء وليس عندي واجبا، إذ قد أتى في النظم والنثر كثيرا مثبتا وشواهده كثيرة حتى في القرآن الكريم على تخريج بعض آيات والشواهد الشعرية جمة. ولي بحث في كلام الذين منعوا هذا العطف لتعقيب على كلامهم بما يدحضه، لأن كلامهم بني على نظريات غير مستقيمة كاعتبار العطف غير جائز إلا مع جواز تعاقب المتعاطفين، واعتبار أن الضمير المتصل بمثابة التنوين، أو أن الحرف الجار ومجروره إن كان ضمير بمثابة الكلمة الواحدة، وكل من ذلك مدفوع. ولكني أؤخر بحث ذلك إلى سورة النساء، سائلاً الله تبارك وتعالى التوفيق والعمر المديد حتى نصل إن شاء الله إلى تفسير تلك السورة وما بعدها، فإن تلك السورة هي أحق بهذا البحث نظراً إلى أن كثيراً من المفسرين والمعربين اكترأوا على رد قراءة من القراءات السبع، وهي قراءات مشهورة بسبب مخالفتها لهذه القاعدة، فقد أنكروا قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام. وقد اعترض على تخريج هذه الآية على ذلك باعتراض آخر، وهو أن الكفر بالشيء يقتضي أن يكون المكفور به إما معبوداً وإما ديناً وإما منطوياً على دين، أما الأعيان فلا يكفر بها. وأجيب بأن الكفر بالأعيان إنما هو كفر بأحكامها، فالله تبارك وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت ذكر الكفر بالطاغوت والطاغوت عين، ولكن المقصود بالكفر بالطاغوت هو الكفر بما رفع إليه من قدر عند عبدته وأتباعه،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت أي من يكفر بقدره الذي رفع إليه ومنزلته التي بوئها عند أتباعه وأصحابه، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء في الحديث القدسي: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكواكب وكافر بي. فإذا الكفر هنا بالمسجد الحرام يعني الكفر بحرمته والكفر بأحكامه. وقد اعترض الإمام ابن عاشور على ذلك بأن هؤلاء ما كانوا كافرين بالمسجد الحرام لأنه كان معظما عندهم، وهو اعتراض مردود، إذ للمسجد الحرام أحكام لأنه رمز توحيد الله سبحانه، فهو أول بيت وضع للناس من أجل عبادة الله. وعندما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان قواعده عهد الله إليهما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا كفرهم بالمسجد الحرام هو ما دنسوه به من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، إذ كانت الأصنام تنصب في رحابه من أجل عبادتها من دون الله، فذلك من ضمن الكفر. أما الكفر بالله فيشمل إنكاره سبحانه وتعالى كما هو قول الدهريين، ويشمل وصفه بالأنداد والأشباه والأمثال كما هو شأن مشرك العرب الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بمثله، وجعلوا له شركاء يعبدونهم من دونه، فذلك كله يندرج في ضمن الكفر بالله. وإخراج أهله منه أي إخراج المسلمين وإبعادهم عن ساحة المسجد الحرام، وذلك بإقصائهم عن بلد الله الأمين وحرمه الآمن. وإنما عبر عنهم بأنهم أهل لأن المسجد الحرام إنما وضع لأجل أن يعبد الله عز وجل وحده، ليكون رمزاً لتوحيد الله، وهؤلاء هم الذين وحدوا الله فهم خاصته، وأهل كل شيء خاصته. والله سبحانه وتعالى نفى عن المشركين أن يكونوا أولياء للمسجد الحرام، إذ قال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فالمشركون ليسوا أهلاً للمسجد الحرام، ليسوا حقيقين لأن يكونوا أولياء له، إنما أولياءه المتقون الذين هم ينزهونه بعبادة الله تبارك وتعالى وحده حوله فيه وحوله، ولا يجعلون لله سبحانه وتعالى نداً، فلا يدنسونه بعبادة غيره عز وجل، لا يدنسونه بالإشراك. أكبر عند الله أي كل من ذلك هو أكبر عند الله. فصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله. في هذا رد وتبكيت لهؤلاء المشركين الذين كانوا يثيرون الزوابع حول القضية الحاصلة. فالقتال وإن كان أمرا كبيرا في الشهر الحرام، إلا أن كبره يتضاءل أمام هذه الأمور المذكورة، فكل واحدة من هذه أكبر عند الله. والأندية هنا تفيد الحكم،
وليست أندية مكان، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المكان. وذهب بعض المفسرين والمعربين إلى أن قول الله سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله معطوف على قوله كبير، أي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. وهذا القول اعترضه كثير من المفسرين، وفي مقدمتهم الإمام ابن جرير الطبري، وتبعه من بعده ابن عطية وغيره، اعترضوه من حيث إنه يقتضي أن يكون إخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام منه، أكبر عند الله من الكفر، من حيث إن قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام، ثم بعد ذلك وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فذلك أكبر من الكفر، أكبر من الصد، أكبر من القتال ومما بعده ومن الكفر. وأجاب أبو حيان بأن ذلك لا يلزم قائل هذا الرأي، وهذا الرأي منسوب إلى الفراء، لا يلزم هذا الذي قالوه من قال بهذا الرأي، ذلك لأنه يمكن أن يعتبر أن الكلام انتهى عند قوله وصد عن سبيل الله، ثم وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فيكون قوله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه مخبرا عنها بقوله أكبر عند الله، أي الكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه، كل ذلك هو أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. وبعضهم قدر أيضا خبرا لكل واحد من هذه، فقدر الكلام، خرج الكلام على أن أصله وصد عن سبيل الله كبير، وكفر به والمسجد الحرام كبير، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ولكن يرد على ذلك ما ذكره المفسر ابن جرير الطبري وتبعه من بعده جماعة من المفسرين عليه، وهو أنه يلزم أن يكون تتساوى هذه الأمور المذكورة من بعد، وأن يكون الإخراج أكبر عند الله من نفس الكفر. وأجاب الفخر الرازي بأن الإخراج هنا هو إخراج خاص، وهو إخراج المشركين للمسلمين من أجل توحيدهم لله تعالى، فنفس الإخراج هو كفر، تضمن كفراً وأذن في نفس الوقت، وبما أنه تضمن كفراً وأذن فهو أعظم من الكفر المحض الذي لا يخالطه الأذى، هذا كفر مصحوب بأذن للمسلمين، لأن الإخراج ترتب عليه ما ترتب من أذى أولئك المسلمين المخرجين المبعدين عن حرم الله تبارك وتعالى. وأولى ما يكون أن يحمل قوله سبحانه وصد عن سبيل الله على أنه مبتدأ وما بعده معطوف عليه، وقوله أكبر هو خبر عن المبتدأ وما عطف عليه، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا تذييل متضمن للتعليل، وكثير من المفسرين
قالوا بأن المراد بالفتنة هنا الكفر، أي كفركم هو أكبر عند الله مما عبتموه على المسلمين، ومما عبتموه من المسلمين من القتل هو أكبر عند الله مما عبتموه على المسلمين من القتل في المسجد الحرام، فالكفر أكبر من القتل. وضعف الفخر الرازي أن يكون المراد بالفتنة الكفر، واعتبر ذلك تحصيل للحاصل، لأن الكفر ذكر فيما سبق، فلا ريب أنه أكبر من القتل، ولكن الكفر أمر عام هنا يتضمن الكفر وغيره، فالفتنة لا تنحصر في الكفر. ونظر الفخر إلى مدلول الكلمة اللغوي، ذلك لأن الكفر في اللغة بمعنى الاختبار، فالله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتنة بمعنى الاختبار من حيث المدلول اللغوي، فالله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار من الله سبحانه وتعالى. ويقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنزلوا بهم العذاب والنكال والنكاية لأجل اختبارهم هل يصدهم ذلك عن دينهم. وبناء على ذلك فإن الفتنة تطلق على التشغيب، أي إثارة الشغب، وعلى الإضلال، وعلى كل ما يؤدي إلى الانحراف ووقيعة الناس بعضهم في بعض وتألب بعضهم على بعض، فكل من ذلك فتنة. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن الفتنة قد تسند إلى الله سبحانه وتعالى تارة، وتسند إلى غيره تارة أخرى. فإن الله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا اختبار من الله عز وجل. ويقول عز وجل في قصة أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أولئك أنزلوا بهم. أسند الفتنة هنا إلى غيره، أسند الفتنة إلى الكفار، لأنهم أنزلوا نكاية بالمؤمنين، وفي هذه النكاية التي أنزلوها بالمؤمنين اختبار من الله سبحانه لهؤلاء المؤمنين هل يصبرون أو لا يصبرون. ولكن هذه الفتنة بالنظر إلى مصدرها هنا ضلال، بخلاف الفتنة التي تأتي من قبل الله تبارك وتعالى فإنها مجرد اختبار، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يختبر عباده بما يشاء. والآيات في الفتنة كثيرة في الكتاب العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إلى غيرها من الآيات. فإذا نستفيد من ذلك أن الفتنة أعم من أن تكون الإشراك وحده، فإن ما كان ينزله أولئك الكفار بالمؤمنين من النكاية والعذاب لأجل صدهم عن سبيل الله كان فتنة، والفتنة أكبر من القتل. فإذا ما كان يصدر من أولئك الكفار من إثارة الشبه حول هذا الدين، ووصف آيات الله تعالى بما وصفوها به من الكذب وقولهم أساطير الأولين إلى آخره، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون لأجل إثارة الشبه حوله وصد الناس عن الإيمان به، والحيلولة دون وصول دعوته
إلى نفوس المدعوين كل من ذلك فتنة مع ما كانوا ينزلونه من العذاب بالمسلمين، فقد كانوا ينزلون بهم من النكايات أمرا تشيب له الولدان، كما فعلوا بعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأسرته الطاهرة النقية رضي الله تعالى عنه، فقد كان ينزل بهم من العذاب ما تتفطر له الأكباد، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بهم ويقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكالذي حصل لبلال وصهيب وخباب وغيرهم من المستضعفين رضي الله تعالى عنهم، فإن ذلك كله فتنة صدرت من أولئك القوم الكافرين لأجل أن يصرفوا هؤلاء المؤمنين عن دين الله تبارك وتعالى. وكل محاولة للإضلال وإثارة للشبه حول الحق وتعمية لوجه الحق كل ذلك معدود من الفتن، ولا ينحصر ذلك في العصور السابقة، فذلك ينسحب على كل العصور. فكل شبهة الآن تحاك ضد الحق، وكل تعمية يحاول بها طمس نور الحق معدود كل ذلك من الفتنة، وفاعله فتان، لأنه يسعى إلى صرف الناس إلى صرف العباد عن ربهم عز وجل. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. جماعة من المفسرين قالوا بأن هذه الجملة معترضة، جاءت اعتراضا، ومنهم من قال هي معطوفة على قوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام بناء على رأي من يرى بأن السائلين هم المشركون لا المسلمون، يسألونك عن الشهر الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. فهم كما أثاروا هذه الشبهة وأثاروا هذه الزوبعة من أجل القضية الحاصلة، يكمنون لكم العداء ويضمرون لكم الكيد، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ورأيت أكثر المفسرين قالوا بأن قوله لا يزالون يقاتلونكم جاء تحذيرا للمسلمين من كيد الكافرين وعداوتهم للمؤمنين، إلا أنهم لم يصرحوا على أن القتال هنا كناية عن العداء الذي كانوا يضمرونه. أما الألوسي فقد صرح بأن ذكر القتال هنا لا لقصد نفس القتال، وإنما نفس العداوة هي المقصودة، لأن القتال ينبعث عن هذه العداوة، فالعداوة هي مصدر للقتال الحاصل من الكفار في حق المؤمنين، فهم مستمرون على العداوة. وإن تقطع القتال فإن انقطاع القتال بين حين وآخر سببه ضعف أو مانع آخر يمنع الكفار عن مواصلة قتالهم، ولكنهم يواصلون العداء للمؤمنين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى هذه يقول ابن عطية بأنها للغاية المجردة، أما الزمخشري فيقول بأنها تفيد التعليل، وأبو البقاء جوز كلا المذهبين، وأبو حيان جنح إلى قول الزمخشري. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، أي من أجل أن يردوكم، لأجل أن يردوكم، كي يردوكم حتى
تفيد التعليل كما تفيده في قول القائل يعبد الله حتى يرضيه، أي كي يرضيه. وأبو حيان عندما رجح كون حتى هنا تعليلية قال بأن هنالك فارق بين الفعل المقيد بالغاية والفعل المقيد بالألة، فالفعل المقيد بالغاية يستمر إلى غايته، ولكن لم يذكر مصدره، لم يذكر سببه، منشأ ذلك الفعل ما هو، ما هو الباعث عليه. أما عندما يقيد الفعل بالألة فإنه يفيد بقاءه ببقاء تلك الألة، فهو يستمر باستمرارها ويفيد بجانب ذلك ذكر الباعث. فهؤلاء عندما يقاتلون المؤمنين لا يبعثهم على قتالهم إياهم شيء إلا محاولتهم صرفهم عن الدين، وقد استمروا على ذلك إلى أن قطع الله تعالى دابرهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على القوم الكافرين في غزوة الفتح، فطهر الله سبحانه وتعالى حرمه الآمن وبلده الأمين من رجس الشرك والمشركين، وجعل الأزة للمؤمنين، واستؤصلت شافة الكفر في جزيرة العرب، فأقبل الناس على اعتناق دين الله أفواجا. إن استطاع، ذكر الاستطاعة هنا بإن التي تفيد التشكيك لأجل إفادة أن ذلك أمر مستبعد. وفي هذا الكلام سخرية من أولئك الذين يحاولون هذه المحاولة، وتيئيس بطريقة التلميح لهم، فإن المؤمنين من رسوخ العقيدة وقوة الإيمان ووضوح البرهان بمكان لا ترقى إليه شبه هؤلاء المشركين، ولا تصل إليه مؤامراتهم، فلا يمكنهم أن يزعزعوا إيمان هؤلاء المؤمنين ويصرفوهم عن الدين القويم إلى ما يريدونه من الكفر. فلذلك قال إن استطاعوا، ولم يقل إذا استطاعوا. وإن هنا هي التي يعبر عنها بأنها للغاية، وجوابها مفهوم مما قبلها، فما ذكر من قبل هو جواب لهذا الشرط، أي سيفعلون ذلك إن استطاعوا. وبعد هذا التعريض بهذه العداوة البالغة الكامنة والغاية التي يسعى إليها أولئك القوم الكافرون، حذر الله سبحانه وتعالى من الردة وعاقبة الارتداد في قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر إلى آخر الآية الكريمة. وهذا الكلام نرجع الحديث عنه إلى الدرس الآتي إن شاء الله، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، وأن يهجم بنا على جادة الصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه، إنه تعالى ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 217 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع
تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.